السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة عالم الزراعة على اليوتيوب. إن شاء الله النهاردة خامس يوم في رمضان، أتمنى تكونوا بخير وبصحة ورضا من الله. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع، وهو موضوع الزراعة الصيفية، أو هنزرع إيه في شهر 6 و7. طبعا في ناس ظن إن بداية الزراعة الصيفية، بعض الناس بتظن كده إن لما يقول المحصول ده في الزراعة الصيفية يبقى هنزرع في شهر الصيف اللي هو 6 و7، لكن ده غلط كبير. بص يا معلم، احنا نشرنا فيديو في شهر مارس اتكلمنا عن ان الشهر ده هو اللي بيكون بداية الزراعة الصيفية، وكمان بيكون شهر 4. طبعا اتمنى تشاهد الفيديو ده. فالغلط او الخطأ اللي بيحدث عند بعض الناس ان هما بيظنوا ان الزراعة الصيفية في شهر 6 و7، لكن للأسف ان شهر 6 و7 ما ينفعش نزرع فيه. ليه ما ينفعش نزرع فيه؟ بتكون نسبة الانبات بسبب درجات الحرارة والأمواج الحارة اللي بتكون دي شديدة، بتكون نسبة الإنبات ضعيفة جدا في إنبات البذور. حتى نلاقي إن البعض لما بيزرع بياخد وقت طويل، وكمان لما بينبت بتكون الأوراق لونها أصفر وبيكون النمو ضعيف جدا. حتى لو نبتت ما بتتلأمش مع درجات الحرارة اللي بتكون جاية، لأن النبات وهو في صغره محتاج درجة حرارة تكون منخفضة عشان يعرف يتلأم، ولما يكبر برضه هيكون تحمل درجة الحرارة المستقبل. طبعا في بعض بيقول لي ان انا زرعت ونجحت معايا، انا بقول لك يا سيدي ربنا يبارك لك، نجحت معاك تمام، بس انا بقول يعني على الحاجة اللي هو الصح او المواعيد اللي هي صح المفروض نزرع فيها، عشان ما حدش بعد كده يقول انا مثلا زرعت واخطأت او حاجة زي كده. في طبعا نستثني من الموضوع ده، نستثني اللي هي زراعات الصوبة طبعا، لان دي بتكون معاملات خاصه طبعا، دي نستثنيها من الموضوع الشهر دول. فستة وسبعه يا جماعه محدش يزرع فيهم، لان نسبه انبات البذور بتكون قليله، وكمان بتكون ضعيفه ومش بتتلائم مع حاله الجو. حتى كمان بتكون زراعه متاخره جدا، ويكون المحصول لما بتعطي محصول بيكون المحصول قليل. الحاجه الثانيه اللي حابب اتكلم عليها، امتى نبدا نزرع مثلا عروه ثاني؟ تبدأ تزرع عروة في منتصف 8 وشهر 9، بيتم زراعة تجهيز الشتلات لتزرع المحاصيل اللي هي الشتوية المبكرة، زراعة البذور زي الكرنب والقرنبيط وبعض هي المحاصيل الشتوية. بيتم برضو زراعة في بعض المحاصيل الصيفية، بيتم زراعتها عروة أخرى تاني في شهر 8 و9، بيكون انخفض درجات الحرارة وتلائمت مع انبات البذور دي. يبقى احنا افضل شيء نعمله في الفترة دي ان احنا نهتم برش الاوراق الاشجار اللي عندنا، نهتم بتنقية الحشائش، نهتم بتفحص الاوراق يكون فيها مثلا من بق دقيقي، يبدأ مكافحة اللي هو ايه الحشرات، الاهتمام بتنظيم الري، عدم تعطيش النبات، توفير له المياه عشان درجة الحرارة القادمة دي. فهذه الحاجات اللي احنا لازم نتبعها. مثلا لو جينا مثلا قلنا زي اوراق التين مثلا بتصاب ببعض الاتربة، الاوراق بتاعتها زي ما حضرتكم شايفين بتلم الاتربة، فلازم نرش عشان ما تصابش بالعناكب طبعا. بعض الاشجار والشتلات اللي احنا زرعينها اللي بيكون عليها اتربة سواء من محاصيل درس المحاصيل زي محاصيل القمح، فده بيعيق النمو الخضري. اتمنى تكون استفدتوا بالفيديو ده، تشاركوه مع الناس اللي هي مبتدئة في الزراعة اللي هي معرفاش اللي هي المعلومات اللي احنا تكلمنا عليها دي، لعل وعسى يفيدهم في شيء بخصوص الزراعة. واتمنى تكونوا بخير وبصحة وسعادة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.